بيستغل البعض الشباب من طلاب الثانوية العامة وبيتلاعبون بأحلامهم وطموحاتهم عشان يجمعوا المال بطريقة غير مشروعة من خلال النصب الإلكتروني. منذ ساعات تم الكشف عن عملية نصب جديدة تحدث من خلالها إقناع الطلبة أن شخص ما يمكن الدخول لتغيير النتيجة في الكنترول وتغييرها من راسب لناجح، وده بمقابل مادي. في تغطيتنا دلوقتي هنوضح لحضراتكم تفاصيل أكتر عن الموضوع ده، خليكم معنا. تم رصد العديد من محاولات النصب على طلاب الثانوية العامة لعام 2023، وهو هذا العام، على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، وده لاستغلال قلق وتوتر الطلاب والأهالي خلال هذه المرحلة المصيرية للطلاب، وذلك للتربح وجمع الأموال عن طريق خداع الطلاب. في الوقت الامتحانات الثانوية العامة فيه انتهت والنتيجة طلعت، والجروبات شاومينج كانت حاولت أيام الامتحانات إن هي تقنع الطلاب إن هي تقدر إن هي تسرب لهم الامتحانات قبل توزيعها في اللجان مقابل دفع مبالغ مالية بيتم تحديدها للطلاب. دي كانت أول تقريبا عملية نصب. بعد جمع الأموال من الطلاب كانت الجروبات دي بتفشل في تسريب الامتحان قبل توزيعها في اللجان. هو يعني كذا محاولة نصب حصلت في خلال هذا العام. طبعا بسبب التأمين المشدد للامتحانات من جانب الجهات الأمنية المعنية في الدولة ما قدروش ان هم يوفروا الامتحانات. لكن بعد انتهاء امتحانات الثانوية بدأت جروبات الغش الموجودة على السوشيال ميديا وفي عملية نصب جديدة، وان هي بتقنع الطلاب ان هم عندهم قدرة ان هم يلعبوا في الدرجات عشان يرفعوا المجاميع. منين؟ من قلب الكنترول. ووضعت جروبات الغش تسعيرة كمان للخدمة الوهمية اللي بيقدموها، زي مثلا على سبيل المثال وليس الحصر، في جروب اسمه الكنترول على واتساب عرض للطلاب من رسب في مادة سنقوم برفع درجاته مقابل 4000 جنيه. أما اللي نجح فهنقوم برفع درجاته مقابل 3000 جنيه. أنا أعمل في الكنترول وأقوم بتبديل ورق حضراتكم بورق شخص تاني تقديره فوق 90%. طبعا يعني ده كلام وهمي. وزارة التعليم كان ليها موقف واضح من هذا الشأن، وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانات رسمية عديدة حضرت خلالها من الانسياق وراء كل هذه المحاولات للنصب على طلاب الثانوية العامة والتي تتم من جانب جروبات الغش. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قالت انه لم يتمكن ولا جروب من جروبات الغش دي من تسريب امتحان اي امتحان من الامتحانات للثانوية العامة هذا العام قبل ما نوزعها في اللجان، وده اكبر دليل على ان هذه الجروبات هي جروبات نصب على الطلاب. كمان حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الانسياق خلف المنشورات المتداولة التي تدعي إمكانية تعديل درجات طلاب الثانوية العامة في نتيجة الثانوية العامة لهذا العام وهو عام 2023. وأكدت إنها أيضا أن هذه هي محاولة للنصب، ووضحت وزارة التربية والتعليم أن عملية رصد درجات الطلاب في النتيجة تمت بشكل إلكتروني أصلا دون تدخل بشري، ومرت بالعديد من المراحل الدقيقة للمراجعة والتدقيق من جانب نخبة من الكوادر ذات الخبرات المتميزة لضمان تحقيق الدقة والجودة. كمان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نشدت الطلاب وأولياء الأمور بعد من انسياق خلف هذه المنشورات المضللة والتي يستهدف اللي بينشرها النصب والاحتيال على الطلاب وكمان أولياء الأمور عشان يجمع أموال، وإن هو ليس لديه القدرة على فعل الشيء. من جانب آخر أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التربية والتعليم والبحث العلمي على أهمية الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق للتيسير على الطلاب في الالتحاق بالجامعات للعام الجامعي الجديد عام 2023-2024. أشار كمان أن في ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة في الراغبين في الالتحاق بالكليات والتي يشترط فيها القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، زي ما احنا عارفين ان اختبارات القبول بدأت من فترة. كمان أضاف الدكتور أيمن عاشور إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على التيسير على الطلاب وتعزيز جهود التحول الرقمي والذي تقوم به جميع أجهزة الدولة في جميع المجالات والخدمات، مشيرا إلى أن الوزارة أتاحت الفرصة
أمام طلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيا، وده عن طريق الموقع، طبعا الموقع الخاص بالتنسيق الإلكتروني الموضح أمام حضراتكم على الشاشة، وهو www.tanseeq.egypt.gov.eg. كمان أضاف أستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على أعمال مكتب التنسيق أن عدد المتقدمين من طلاب الثانوية العامة المصرية لاختبارات القدرات اليوم الخميس بلغ حتى الآن 170 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023-2024. رئيس قطاع التعليم لفت إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني هو مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات حتى مساء اليوم. اليوم هو الخميس الموافق طبعاً زي ما احنا عارفين 3 أغسطس، مشيراً إلى أن الموقع متاح للطلاب على مدار 24 ساعة. الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة قال إن اختبارات القدرات بكافة الجامعات تسير بشكل منتظم ويتابعها عدد من رؤساء الجامعات ويشرف عليها في إشراف مباشر من نواب رؤساء الجامعات لشؤون التعليم والطلاب وبحضور قيادات الكليات من العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس. كمان وضح المتحدث الرسمي إن الكليات اللي بيشترط فيها القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كشرط أساسي للالتحاق بها لهذا العام هي بتشمل كليات الفنون الجميلة سواء كانت فنون أو عمارة، كليات الفنون التطبيقية بجامعات حلوان، دمياط، بنها، بني سويف، كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، كلية التربية الفنية جامعة المنيا، كليات التربية الرياضية، كليات التربية النوعية، شعبة التربية الفنية والتربية الموسيقية، شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وشعبة التربية الفنية بكليتي التربية بالإسماعيلية وجامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس. كلية التربية بالإسماعيلية شعبة التربية الموسيقية جامعة قناة السويس. مشاهدينا بكده نكون عرضنا لحضراتكم مستجدات ما حدث وأيضا تحذير وزارة التربية والتعليم وبيانها بخصوص عمليات النصب التي تتم بشكل سنوي تقريبا، ولكن هذا العام هناك الكثير من عمليات النصب يرجى عدم الانسياق وراءها وعدم استغلال هذه الفترة المصيرية والفترة الهامة لطلابنا. نشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة ونتابع معكم كل جديد، وإلى اللقاء.